أحسن الله إليكم. يقول السائل: شاب عمره 18 عاما ولم يعلم أن الاحتلام في المنام يوجب الغسل، فماذا يلزمه؟ ولم يعلم أن الاحتلام في المنام يوجب الغسل. إيه، كم سنة يعمل هذا؟ إذا كان بإمكانه يقضي الصلوات التي صلاها وعليه غسل الاحتلام فإنه يقضيها، إذا كانت كثيرة ولا يقدر على قضايا أو لا يعلم عددها فإنه من الآن يعني يعدل مساره ويغتسل من الاحتلام، لأن الاحتلام إذا خرج منه ماء فهو يوجب الاغتسال، قال صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، هذا في الاحتلام، إذا احتلم ولم يخرج منه ماء فليس عليه شيء، وإذا وجد الماء فإنه يجب عليه الاغتسال لأن هذا جنابة. نعم.